الصفري مالي هي بلدة إنجليزية صغيرة مركزها 2 ميل 3 كم جنوب كامبرلي في أقصى غرب مقاطعة سيري المتاخمة للحدود مع هامبشاير في قصبة مراجي مقاطعة سيري، فهو يقع في حوالي 30 ميلا 50 كم جنوب غرب وسط لندن. ترتبط المدينة بطريق السريع 3 عبر طريق وادي بلاك ووتر 331. يمكن اعتبار القرية توأما أكثر تطورا من فريمري جرينا. أصبحت فريمري منطقة حضرية في عام 1894، وتم تغيير اسمها إلى فريمري كامبرلي في عام 1929. ألم جوني ولكنسون دون تومسون أولي فرجيل درو ليستوبي فلود في البورغس المراجع صفحة فريمري في اطلع عليه بتاريخ 12 يونيو 2020 صفحة فريمري في ميز كابرينز اطلع عليه بتاريخ 12 يونيو 2020 مؤرشف من الأصل في 19 يناير 2020 مؤرشف من الأصل في 26 نوفمبر 2018 اطلع عليه بتاريخ 17 مايو 2015 فريمري في المشاريع أشقيق تصور وملفات صوتية من كومنز.